عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا مختلف على الفيديوهات اللي كان بارطاجيه معكم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الشهيوه اللي كتطلع هكايا زوينه في يديه هكايا، وبغيت نشاركها معكم. كتجي بنينه بزاف. اليوم غادي نشارك معكم طاجين بالحامض مصير هكايا وبالقويمات ديالو. يعني كيلقى اعجاب كبير هكايا في لونطوراج ديالي، في العائله ديالي كيعجبهم بزاف. وبغيت اليوم نشارك معكم الطريقه ديالي في تحضير هاد الطويجين هذا. اول حاجه البنات، انا هنايا عندي دجاج على حسب كميه الافراد ديال الاسره. نتوما تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا على حسب كل واحد والافراد ديالو والافراد ديال الاسره ديالو. هذا مكان اول حاجه البنات، ما نوصيكمش على الدجاج يكون مغسول مزيان ومنقي ومغسول هكا بالحامض والخل الملحه شويه سكنجبير هكذايا مزيان مزيان، ويكون مسقطر مزيان مزيان بزاف البنات، ويكون بايت. هاد هي اللي بغيت نشارك معكم. انا الدجاج هكا اللي بغيت يطلع لكم زويون في الطاجين. بالنسبه للطاجين وبالنسبه لهاد الطريقه ديالي انايا، شي طريقه واحده اخرى ما عرفتش. المهم هاد الطويجين هذا ولا هاد الطريقه دي هادي اللي غادي نشارك معكم. كنفضل ان الدجاج يكون بايت، هاد الشيء اللي كاين البنات، باش يكون ناشف مزيان مزيان. ودابا البنات ندوزو معكم المقادير ولا العطريه هكا اللي غادي نستخدم. انا هنايا البنات غادي نستخدم او معلقه كبيره، لا معلقه صغيره ديال التحميره. البنات هاد المقدار دابا اللي غادي نقولوا لكم وغادي نشاركوا معاكم، هذا كيكفي بالنسبه لهاد الكميه فقط، يعني بالنسبه كميه ديال جوج الناس فقط. الا بغيتوا انتم عينيكم ميزانكم، الا غديروا هكا طاجين كبر من هذا والكميه كبر من هذه، زيد الماء وزيد الدقيق، تكونوا فهمتوني البنات. اول حاجه البنات عندي هنايا المعلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السكنجبير الخرقوم، واحد زغيبه ديال الزعفران غير شويه هكا، ولا حتى الا كان عندكم الزعفران دويمات ماشي مشكل. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره او غير رويس معلقه صغيره ديال عطريه ديال الدجاج الا كانت عندكم ديروها، ما كانتش ماشي مشكل. واحد شويه ديال السمن، البنات ردوا البال السمن ما يكونش حار بزاف باش ما يجيكمش خايب. واحد طريف ديال الحامض مصير، شويه ديال الهريسه يعني الحرور، وواحد جوج دريسات ديال الثومه محكوكه. هاد المكونات هادو البنات غادي نخليهم، غادي نرقد بهم الدجاج ديالي وغنخليهم واحد السويعه هكاك البنات على ما يشرب. ونتلاقاو معكم البنات. واحد الحاجه نسيت ما قلتهاش لكم، غادي نمغيو هادشي بزيت الزيتون كيف كتشوفوا معايا البنات. هانتوما شوفوا المهم عينيكم ميزانكم، غير باش باش تكون عندنا واحد العجين. صافي البنات، ودابا غادي نمغي هادشي مزيان بيديا ونتلاقى معكم من بعد. البنات نسيت ما قلت لكمش القزبر والمعدنوس هكا اضافه، راني زدتو. وهذه هي الكميه ديال البصله اللي غادي نطيبها مع الدجاج اللي غادي نضيف للطويجين ديالي. هنا البنات غادي نضيفو ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما هكذايا نديرو على النار مهينه، ونخليه حتى داك البصله ديالو تطلق الميه ديالو. صافي الطويجين يطلق ليا الميه، وغادي نخليه يطيب هكذا على نار مهيله بلا ما نضيف ليه حتى شي شويه ديال الماء. بالنسبه للبنات هكذايا اللي ما عرفتش الطاجين هكايا كياخذ الوقت او لا كي العافيه هكا كيخليوها مجهده، عندكم ميزانكم عندكم تسمعوا الماء المشوي ما كاينش كاع الماء، وتخليو هكا الطاجين ديالكم كيتحرق وما كاينش الميه فين يطيب الدجاج. الا شفتو هكا غادي يتحرق ليكم، ضيفوا واحد شويه ديال الماء طايب او لا كويس هكا نص كويس ديال الماء طايب. علاش الماء طايب؟ باش ما يشققش ليكم الطاجين ديالكم. هادشي اللي كاين البنات. وفي هاد الاثناء البنات، على ما الطاجين ديالي
يوجد، غادي ندخل الفريت ديالي الفران. انا كنفضل هكا داخل الفران حسن، ما هكا ما يكون مقلي وعامر بالزيت. بالنسبه للعطريه البنات درت مليحه بزار، شويه ديال التحميره و شويه ديال الزعتر هكا كيف كتشوفوا محكوك هكا. البنات غادي ندخلها الفران، غادي نشعلو من الفوق ومن التحت، ودرت ليها البابي هذا باش ما تلصقش ليا في اللاطه، كتجي زوينه البنات. هي باش غادي نرافق الطاجين ديالي. هانتوما شوفوا البنات، شوفوا الميه اللي كيطلق الطاجين، يعني هو راسو كيطلق الميه ديالو فين يطيب، كيجي غزال البنات. نتمنى انكم تجربوه، كيجي رائع. هانتوما البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. كيف كتشوفوا معايا البنات، المريقه كتجي معسله وبنينه البنات، الريحه طالعه منه يا سلام. تمنيتكم كانت شي ابليكاسيون هكا كتذوق هكا ولا كتشم هكا باش نعطيكم تشموا هكا الريحه ديال الطاجين كيف طالعه غزاله البنات. كيجي طاجين محمر وزوين كيف كتشوفوا معايا البنات، حتى الفريت حتى هو راه تحمر وكيجي مقرمل وزوين البنات، كيجي حسن كاع من القليان. صافي البنات، ورافقت مع اون سلطه خفيفه، طون وخيار، شويه ديال المطيشه، شويه ديال الجبن، شويه لافوكا كيف كتشوفوا معايا البنات. سلطه خفيفه عاديه سامبل كترافق هذا الطويجين هذا، كيجي غزال البنات. نتمنى انه ينال اعجابكم وتجربوه ويصدق معاكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة.